بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصدقائي المتابعين. قعدنا النهاردة مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن كيفية عمل ليستنج نموذجي طبقا لمواصفات إيباي، واللي هتساعدك في تصدر نتائج البحث في إيباي. تابعوني بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين ان اي عمل بيحتاج لمجهود عشان تقدر توصل فيه للنجاح. نفس الشيء ينطبق على التجارة الالكترونية. صفحتك في ايباي هي شبيهة بحال المتاجر والمحلات اللي بنشوفها في حياتنا. هل لو لقيت محل صاحبه مش مهتم بنظافة الواجهات او بتنسيق البضاعة بتاعته، او بيبيع منتجات مش مواكبة للسوق ومتطلباته، هل حد بيشتري من عنده؟ بالتأكيد لا. على العكس، المحل النظيف المنسق بشكل جيد واللي بيبيع منتجات مطلوبة وعليها طلب من الزبائن وصاحبه بيهتم بكل تفاصيله، بيكون محل ناجح وبيحقق مبيعات وأرباح وبيتوسع في عمله. نفس الشيء في إيباي، لكن واجهة متجرك في إيباي هي الاهتمام بتفاصيل منتجاتك، واللي هي عنوان المنتج وبيانات المنتج وسعر المنتج ووصف المنتج، صور المنتجات وسياسات الشحن. يمكن وأنا بتفرج على أحد الفيديوهات الأجنبية عجبتني مقولة بتقول إن بطء المبيعات ليس له علاقة بما تبيع على الأغلب بقدر ما له علاقة بكيفية ما تبيع، ويمكن أحد أسباب بطء أو قلة المبيعات. معناه إيه الكلام دوت؟ معناه إن ممكن يكون منتج بيكون فيه منافسين ليك بيبيعوه بيحققوا مبيعات بكثرة، على العكس انت ما بتحققش اي مبيعات. والسبب ايه؟ السبب هو عدم اهتمامك بتفاصيل المنتج اللي انت بتحطه على صفحتك. ايه موضوع عدم الاهتمام بتفاصيل ليستنج؟ ويمكن احد اسباب بطء او قلة المبيعات هو عدم الاهتمام بتفاصيل الليستنج اللي بتحطها في صفحتك، لان محركات بحث ايباي بتحب الليستنج الكاملة، بتفضلها عن الليست اللي فيها أي بيانات أو معلومات ناقصة أو صور مش واضحة. فإحنا هنتكلم النهاردة عن كيفية عمل ليستنج احترافي طبقا لمواصفات إيباي. أول حاجة بتقابلنا وإحنا بنحط المنتج بتاعنا على إيباي هي عنوان المنتج. خلي العنوان بتاعك يوصف المنتج اللي بتبيعه بدقة، ما تخليش المشتري يهرب منك لأن عنوان المنتج مش واضح بما يكفي. المشتري هيروح للمنتج اللي موصوف بشكل جيد. عشان كده نصيحتي في الموضوع دوت، احذر استخدام اي حاجة ملهاش معنى في العنوان الخاص بيك، زي ارقام او اكواد، علامات ترقيم، حروف جر، كلمات متكررة. الحاجات اللي ذكرتها دي يفضل ما تكونش موجودة في عنوانك. طيب أمال إيه المفروض يكون موجود في عنوانك؟ أول حاجة لازم تكون موجودة اسم المنتج والبراند، المنتج دوت يخص السيدات ولا الرجال، والكلمات المفتاحية. فيما يخص الكلمات المفتاحية دي، أهم حاجة لازم تكون موجودة في عنوانك. في مقولة بتقول عشان توصل للمشتري يجب أن تتحدث بلغته ونفس طريقته. معناه إيه الكلام دوت؟ معناه إنك تعرف المشتري لما بيجي يبحث عن منتج هو محتاجه بيبحث عنه بكلمات ايه؟ ايه الكلمات اللي بيستخدمها في البحث؟ الكلمات اللي بيستخدمها في البحث دي لازم انت توصلها وتكون موجودة في العنوان بتاعك. طيب الكلمات المفتاحية دي هنجيبها من فين؟ هنلاقيها في موقع اسمه تايتل بيلدر، احنا شايفينه قدامنا هنا، اسمه تايتل بيلدر. الموقع ده بتدخل فيه جزء من العنوان تكون بتوصف المنتج، بيجي لك الكلمات اللي عليها بحث كتير في ايباي فيما يخص المنتج ده، بتاخد الكلمات دي بتنسقها مع بعض وتعمل عنوان قوي من كلمات عليها بحث مرتفع. بالطريقة ديت يتصدر العنوان بتاعك محرك البحث لو رأينا باقي العناصر. تعال نشوف شرح بسرعة للموقع دوت. هنا أنا جبت مثال على عربة الأطفال ديت، ويمكن هو المعنى بتاعها كلمة سترولر اللي هي خاصة بعربة الأطفال. أخدت الكلمة ديت وحطيتها في موقع تايتل بيلدر. هنا
جاب لي الكلمات اللي عليها بحث كبير فيما يخص النيتشي دوت. قال لي كلمة بيبي هي الكلمة الأقوى بحث فيما يخص الموضوع دوت، وسترولر ونيو وترافل، وهنا جاب لي عنوان مقترح للكلمة دي: سترولر بيبي نيو ترافل كومباكت فولد سيت. كل دي كلمات قوية زي ما احنا شايفين، وكلمات بتوصف المنتج وممكن استخدم العنوان دوت. طب في طريقة تانية عشان نختار عنوان جيد. هفترض مثلا ان عايز ابيع المنتج اللي قدامنا ده وعايز احصل على عنوان جيد، بعمل بحث عنه في ايباي، اخده كنترول كوبي وابحث عنه، هتجيلي النتائج بعدها. هنا بروح مش ماليش دعوة بالعناوين اللي بتظهر لي ديت، انا بروح للسولد ايتمز، بشوف اول نتيجة وبنسخ العنوان ده لانه اكيد عنوان جيد وساعد ان المنتج اتباع. طبعا زي ما احنا شايفين المنتج بيوصف العنوان بتاع المنتج بيوصف المنتج بدقة، زي ما احنا قلنا هنا بيخص السيدات والرجال، هنا بندانة اللي هي التشين اللي هي القلادة نيكلاس، كلها كلمات قوية وبتوصف المنتج بدقة. طيب هنروح لتاني نقطة وهي بيانات المنتج. زي ما قلت قبل كده محركات بحث ايباي بتفضل الليستنج الكاملة وبتصعدها في محركات البحث، عشان كده لازم تملى جميع بيانات المنتج زي الكاتيجوري مثلا، تتأكد ان منتجك في الكاتيجوري الصحيح. كمان لازم تملى باقي العناصر زي اليو بي سي، لو المنتج فيه الوان تحط الالوان المختلفة والمقاسات واسم البراند وبلد المنتج وحالة المنتج، هل هو جديد ولا مستعمل، مقاسات المنتج ووزنه. جميع البيانات ديت لازم تكون موجودة وما يكونش فيها أي حاجة ناقصة. تالت نقطة اللي هي وصف المنتج. لازم يكون وصف المنتج دقيق جدا، كأن المشتري شايف ولامس المنتج دوت بإيده. كمان لازم تهتم بتنسيق الخط يكون واضح. كمان إيباي بتفضل الخط المستخدم يكون باللون الأسود، وخلفية الخط تكون خلفية الخط المكتوب عليه تكون بيضة، لأن هما بيقولوا إن الخط الأسود والخلفية البيضة بتبدو أكثر احترافية وسهل القراءة على أجهزة الكمبيوتر والموبايل، وكمان بسبب إنه تحميله وظهور الصفحة بيكون أسرع. كمان فيما يخص وصف المنتج لازم تتكلم باستفاضة في وصف المنتج عن مكوناته والخامات المستخدمة والمقاسات وطريقة استخدام المنتج وغيرها. النقطة اللي بعد كده برضو لازم تستخدم الكلمات المفتاحية في وصف المنتج. كمان في تحذير هنا بالنسبة لوصف المنتج، احذر وضع أي شيء يخص سياسات الشحن أو الدفع في الوصف أو صور لمنتجات تانية، زي ده ممكن يسبب تشويش للمشتري ويرفض الشراء منه. سياسات الشحن لازم تكون في مكانها، مكانها مش في وصف المنتج. بعد كده هنروح للنقطة اللي بعدها اللي هي سعر المنتج. طبعا لازم يكون سعر المنتج بتاعك أقل من أسعار منافسينك ولو بسنتات قليلة، عشان تسبقهم في محرك البحث بميزة السعر الأقل. وتعمل الخطوة دي ازاي؟ عن طريق انك تبحث عن البائعين اللي بيبيعوا نفس منتجك وتقلل عنهم السعر، او انك تستخدم برامج بتديها امر ان يقلل السعر عن المنافسين بعدد سنتات معين انت بتحدد. يمكن الميزة ديت موجودة في موقع انا شرحته او قناة اسمه ياباني، هتلاقي ان في بائعين انت تقدر تنافسهم وبائعين مش هتقدر تنافسهم، زي مثلا البائعين الامريكان والصينيين. المنافسة بتكون معاهم صعبة لان هم بيعتمدوا في ارباحهم على عدد المبيعات الكبير والكاش باك اللي بيحصلوا عليه من مشتريات الفيزا كارد ومن مشتريات والكاش باك اللي بيحصلوا عليه من بعض المواقع. طيب النقطة اللي بعد كده صور المنتج. لازم تكون صور المنتج ذات جودة عالية، لأن هي دي الطريقة الوحيدة اللي بيحكم من خلالها المشتري على جودة المنتج.
فلازم تتأكد إن صور المنتج ممتازة، ما تسببش للمشتري أي تشويش، وتساعده ياخد قرار الشراء بسرعة من غير تردد. طيب، سياسات العمل أو البيزنس بوليسي اللي احنا بنقول عليها، يجب أن تكون سياسات العمل الخاصة بيك فيها مرونة، زي مثلا خلي سياسة الارتجاع 30 يوم. إذا كان في إمكانك تخلي الشيبنج مجانا والريتيرن مجانا، دوت طبعا للناس اللي بتعمل دروب شيبنج من أمازون، ممكن يعمل الريتيرن مجانا، دوت هيساعدك إنك تتصدر في نتائج البحث وهيكون أفضل ليك. حاول كمان بالنسبة لسياسات العمل أو البيزنس بوليسي إنك ما ترهقش المشتري بتعليمات كتير، زي مثلا إن إحنا لا يسمح بالعمل في الأجازات، نحن لا نقبل الإرجاع، تقول له مثلا إن الهاندلنج تايم 5 أيام. حاول تحسسه إنك شخص ودود وبتحب العمل بتاعك وإن أنت بتحاول تجتهد فيه. بكده أنا أكون شرحت لحضراتكم مواصفات الليستنج النموذجية كما يفضلها أو كما تفضلها محركات بحث إيباي. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لحضراتكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.